اليوم كنأكد لأنكم شفتوا يعني المؤشرات ديال التنمية ديال بلادنا لطول اللي خرجنا بهم واللي غادي نمشيو بهم العام الجاي. اليوم كنأكد بأنه حنا كنخرجوا من الأزمة، والبداية قوية ديال الانتعاش الاقتصادي ديال الأسر المغربية وديال الاقتصاد ديالنا، وهذا شيء جد إيجابي. وما كنعاودش لكم خرافة، راكم كتخرجوا كتمشوا للسوق كتشوفوا كتدوزوا في المدينة كتشوفوا بأن كاين واحد الرواج، كاين واحد الاقتصاد، كاين واحد لا كونفيونس اللي عاود رجعت في الاقتصاد، والناس كتستثمر والناس كتتحرك والناس اللي ديبونس، وكاين واحد الحركية، وهذا راه شيء إيجابي بالنسبة لي أنا أعتبره بأنه الحمد لله هذه بداية ديال الانتعاش الاقتصادي.